انا برضو ما بستخدموش كتير بصراحه، يعني يمكن ما بستخدموش خالص. بحس انه لا، ان احنا انا دي حقيقتي، انا ده شكلي، فانا حتى لو حطيت فلتر ما هو زي ما هي قالت حاجه مؤقته، ما بعد كده ما شكلي هو هو. طب الناس بقى اللي بيحط فلتر طول الوقت وطول الوقت بيتعاملوا بيه وبيغيروا في انا عندي واحده صاحبتي كده على فكره، عندهم مشكله ما يعني السيكولوجيه فيها شويه ندوبات او اضطرابات؟ انا رايي ان هو نفس الفكره بالظبط، نفس فكره تشوه صوره الجسم. فانا بحاول بدل ما اروح اعمل عمليه واعدل مناخيري او اعدل عيني او بتاع، انا بعمل فلتر ابقى مصدقه ان ده صورتي. نعم ابقى مصدقه احيانا، ببقى مصدقه ان ده صورتي، واحيانا ما اكونش مصدقه، ابقى عارفه انه ديت صوره انا مستخبيه وراها. فهي بس دي حيله نفسيه يعني، دي بتدل على ايه؟ عدم رضا عن الوش، الواحد حلو، عدم رضا، عدم رضا عن الشكل، او كره شكلي، او مش حباه. احنا عندنا نسبه كبيره من الستات عندهم اضطراب تشوه صوره الجسم. يعني تشوه صوره الجسم يعني يخبوا وشهم، يخبوا عينيهم، يخبوا رقبتهم، تقعد تبص في المرايه، تقارن نفسها بالاخرين، تشوف مناخيرها عامله ازاي. ده من الفروق الواضحه بيننا وبين الغرب. ده مشكله ليها علاقه بالجمال، ليها علاقه بمقاييس الجمال اللي احنا بنخضع نفسنا ليها، اللي جايه من الغرب، اللي جايه من الغرب. فلازم تكون مناخيري عامله ازاي. انا بشوف بنات تم تشويههم بسبب العمليات الجراحيه، رغم ان هي زي القمر، بس هي بتشوه نفسها علشان تحصل على الشكل الجمالي. هي مش فاهمه انها بتشوه نفسها، فاهمه انها بتجمل نفسها. نفس المشكله في الفلتر، الفلتر هو محاوله لتغيير الشكل ليناسب الشكل الجمالي بتاع الغرب. وهي دي الازمه الحقيقيه، ان احنا محتاجين نقول انه لا، كل حد فينا عنده النسخه الجماليه بتاعته، وكل شعب عنده النسخه الجماليه بتاعته، كل عرق، كل جينات لها النسخه الجماليه بتاعتها. طب انا عايز اسالك سؤال. انا النهارده زي مثلا انا داخله مكان مليانه شويه، او عندي مشكله ما في حاجه، فلقيت حد بيكلمني باسلوب مش ظريف وبيتنمر عليا، اديني طرق للمواجهه. على حسب كل واحد، في حد هيتجاهله. اديني طرق عامه. ما هي طرق عامه، ما هي دي طرق عامه. لا، ما هي دي طرق عامه، كل واحد بقى وشخصيته. في حد هيتجاهل الكلام ده تماما كانه ما حصلش. اوكي. في حد هيقول له تقصد ايه؟ هيواجهه. في حد هيرد الاجريشن باجريشن، هيقول له انت غبي. فكل واحد وشخصيته، كل واحد وطريقته في التعامل. هل تنصح ان لما احس ان في حد بيتنمر عليا ان انا ارد، ولا اعمل فيها من بنها؟ اعمل فيها من بنها. ليه؟ هيأثر عليا انا، ريحته. لو انا قادر ان انا اتجاهله لان هو الدخول في صراع هو هيبقى على حساب جسمي وعلى حساب نفسيتي. لو انا قادر، لو انا شخص واثق في نفسي وواثق في حركتي في الحياه، وحد تنمر عليا انا هتجاهله، لاني مش عايز اضيع وقتي في مجهود مرهق. لكن لو انا شخص ما بقدرش ان انا اتجاهل الكلام ده، خلاص اخش في مواجهه. اما ان انا ابص له بصه قويه، او ان انا اواجهه واقول له انت غبي، او انت مش محترم، او كذا. يعني على حسب كل واحد بيتعامل ازاي في الصراعات. ما كل واحد فينا عنده كتالوج بيشتغل بيه في الصراعات.